دشنت المديرية العامة للجوازات مقر الحملة الوطنية الشاملة وطن بلا مخالف بمنطقة الشميسي في طريق مكة المكرمة، وتستهدف الحملة تسهيل مغادرة المخالفين من الوافدين حسب التوجيه السامي الكريم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات وبصمة مرحل، والتي انطلقت صباح اليوم الأول من شهر رجب وتستمر 90 يوما. وحول ذلك ينضم إلينا مراسلنا فهد السمحان من مركز الشميسي بمنطقة مكة المكرمة. زميلي فهد، أهلا وسهلا بك، حدثنا عن آخر التطورات لديكم. أهلا بك وبمشاهدين قناة الإخبارية. وصلنا هنا في مركز الخدمات التابع للجوازات هنا في مركز الشميسي لنتابع هذه الحملة، حملة بلا مخالف. ينضم معي مدير العمليات دكتور محمد الحارثي، نتحدث أكثر عن الخدمات المقدمة في هذا المركز، حيث وجدنا العديد من المخالفين يقدم لهم خدمات كبيرة في وقت قياسي. أهلا بك دكتور محمد. يعني وجدنا هناك خدمات مقدمة يعني المخالفين. في البداية يعني نسألك عن أهمية هذه الحملة وأيضا اختلافها عن الحملة السابقة تصحيح الأوضاع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتقدم بشكر للإخبارية وجميع العاملين بها. في الحقيقة الإعلام هو الجزء الأساسي في هذه المرحلة اللي نحن فيها، مرحلة المهلة، وهي في الحقيقة الحملة الوطنية الشاملة، هي مكرمة ملكية كريمة من ولاة الأمر حفظهم الله، وأيضا هي رسالة حضارية إلى كل مخالف، يستهدف كل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تعطي فرصة لكل المخالفين بأن يعيد ترتيب أوراقه ويصحح وضعه أيضا ويغادر المملكة بدون أي آثار، أقصد سواء كانت غرامات أو سواء كانت رسوم أو حتى أيضا الأثر المترتب على بصمة المرحل، فيستطيع أن يغادر أيضا، ينهي إجراءاته بسهولة في المقر المخصصة للحملة، ويستطيع العودة مرحبا به مرة أخرى بشكل نظامي وقانوني. هناك يعني مراكز أخرى أم فقط هذا المركز؟ طبعا جوازات المناطق، ونتحدث الآن عن جوازات منطقة مكة المكرمة، هيئت في الحقيقة في المرحلة السابقة للمرحلة التي نحن فيها، مرحلة 90 يوم، وهي مهلة المغادرة، والتي بدأت في غرة شهر رجب من هذا العام. هذه المقار هيئت تقنيا وهيئت بشريا أيضا. يوجد لدينا 12 موقع مهيئة في جوازات منطقة مكة المكرمة. طبعا هذه المواقع جهزت من جميع النواحي وتخدم جميع المخالفين بفئاتهم. طبعا المخالفات مصنفة في الحقيقة في الحملة، يعني هناك المخالفات الذين يعني سبقوا أن قدموا بتأشيرات انتهت، سواء كانت تأشيرة عمرة أو حتى تأشيرة حج أو للزيارة أو حتى كان عبور عبر أراضي المملكة ولم يغادر خلال الفترة المسموح فيها نظاما، فالآن الفرصة متاحة له لمراجعة منافذ المملكة. يوجد لدينا مطار الملك عبد العزيز الدولي وأيضا مطار الطائف، أيضا يوجد لدينا ميناء جدة الإسلامي، يستطيع أي مخالف لديه تأشيرة منتهية أن يراجع هذه المنافذ ويغادر مباشرة بإجراءات ميسرة. أيضا من لديه مخالفات أخرى لأنظمة الإقامة والعمل أو حتى أمن الحدود من المتسللين الغير نظاميين متواجدين، يستطيع مراجعة مقر الحملة، ونحن الآن في المركز الرئيسي في لمقر الحملة المهيئ في مركز الخدمات العامة في الشميسي، مركز مجهز لاستقبال أعداد المخالفين مهما كانت أعدادهم في الحقيقة، وجميع مقر الحملة أيضا في المنطقة مهيئ لذلك. دكتور محمد، واجهكم مثلا يعني بعض الوافدين لم يفهموا هذه الحملة، خصوصا من يعتقد أنه فقط تصحيح يعني وضع له؟ صحيح، هو في الحقيقة هناك المصطلح له دلالات، يعني بعض الناس يعتقد أن هذه حملة تصحيح يستطيع أن يغير صاحب العمل أو مثلا يغير طبيعة عمله أو حتى يغير مهنته. في الحقيقة هذه حملة تقوم على المغادرة، الإعفاءات مترتبة يستفيد منها من يتقدم من تلقاء نفسه خلال فترة المهلة المحددة ب90 يوم، أيضا يغادر فقط ويستطيع العودة مرة أخرى بطريقة نظامية. أما تغيير المهن أو تعديل مثلا تغيير صاحب العمل أو طبيعة المهنة فليس مشمولا بهذه الحملة، الحملة فقط هذه للمغادرة، لمن يبادر بالاستفادة، لمن يبادر بالمراجعة من تلقاء نفسه وأيضا يغادر بعد استفادته من الإجراءات وقبل انتهاء المهلة المحددة ب90 يوم. طيب إذا سمحت لي الآن، نحن على الهواء مباشرة وبشكل شفافي أكثر، نبغى يعني نصل إلى أحد المواقع، نستضيف أحد يعني المخالف ونتكلم معه عن مخالفته وكيف الإجراءات وكيف شاف هذه الحملة، تسمح لي؟ صحيح. طيب
ماهر الكاميرا مباشرة إلى أحد المواقع نشوف تجهيزات. هنا رجل الجوازات يقدم خدماته للمخالفين. إذا سمحت لي احنا على هواء مباشر الآن لقناة الإخبارية، كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني عليك. أحمد عبد الهادي. طيب نوع المخالفة؟ متغيب عن العمل. طيب كيف الآن تشوف الإجراءات سهولتها؟ والله الحمد لله كله تمام. كل شيء اللي عندك هنا على هواء مباشر. الحمد لله الشباب هنا والله ما تقصر معانا وكل شيء. زميلي فهد هل تسمعوني؟ يعني جينا بدري وحنمشي بدري إن شاء الله، ولا كل شيء كله تمام. طيب كيف شفت أهمية الحملة؟ لا كله نظامي هنا، كله نظامي. بس على راسي. طبعا الصوت والصوره لكم فيصل. شكرا لك زميلي فهد السمحان مراسل الإخبارية من جده.